أنماط البيانات. أنماط مختلفة من البيانات تقوم بحجز مساحات مختلفة من الذاكرة، وبالتالي يجب عليك التصريح عن نوع المتحول. لغة البي اتش بي مرنا بعض الشيء، حيث أنها تحدد نوع المتحول من خلال البيانات التي يتم إسنادها له. هذا يعني أنك تصرح عن المتحولات بمرونة، أي أنك تسند قيمة رقمية للمتحول في مكان ما من الكود، ثم تعود لتسند قيمة نصية لنفس هذا المتحول في موضع آخر. لكن هذا قد يسبب بعض الأخطاء مع الكودات الكبيرة عندما تكثر عليك المتحولات. لذلك أنصحك باتباع استراتيجية معينة بتسمية متحولاتك، وأن لا تكون طريقتك عشوائية. يوضح هذا الجدول 6 أنماط قياسية من المتحولات في PHP. Integer يمثل الأرقام الصحيحة. Double الأرقام الحقيقية مدعومة بالفاصلة العائمة. String سلسلة من المحارف. بوليون المتحول المنطقي الذي يأخذ أحد القيمتين صح أو خطأ، True or False. Object سنتعرف على هذا النمط في دروس قادمة. Array سنتعرف على هذا النمط في دروس قادمة أيضا. هناك نمطين آخرين من المتحولات. Resource يشير إلى المصادر مثل قواعد البيانات مثلا. Null وهو عبارة عن متحول أولي. بإمكانك التعرف إلى نمط متحول ما بتمريره كبارامتر للتابع getType الذي يعيد قيمة نصية تمثل نمط هذا المتحول.